طب ما اطول عليكم احبائي، بس اخبركم قدي رحمه الرب غالي وعظيمه. بدي اقرا لكم قصه صارت مع بير ترديف. ابونا ترديف ما بعرف اذا بتتذكروه، بالتسعينات اجى زارنا زيارتين بلبنان. زلمه مواهب، كاهن مواهب، كان عنده الروح القدس وكان بالروح القدس يشفي، كان عنده كلمه المعرفه، الروح الرب مواهبه، كان بهالكلمه الرب ينطق فيه بحدث عم بصير بقلب الجامعه ويقوله، وهالحدث يشوف حدا اجى خبر كان عم بصير معه. بخبر القصة صارت بالبيرو، بتقول بعتت له هاي الرسالة مرة، بتقول له أنا اسمي مريم، كنت عمري 12 سنة. بيقوم شخص بخبر خيي إنه أنا بدي أترك البيت، وبس سمع خيي إنه بدي أنا أترك البيت ما سألني تفسير، ونزل ضرب فيي بشراسي حتى بلش مناخيري ينزفوا دم. اضطريت ابقى 3 أيام بالمستشفى تحت لي صح. هالحدث عمل فيي غضب ونقمه بقلبي. اتفقت مع رجل كان يتردد لعنا على امل انه يظهرني برات البيت واساوي اهلي، لكن هالشخص من بعد ما اخذ اللي بده اياه مني كبني وتركني بعد فتره. وهكذا كانت خطوة الأولى نحو الهاوية. تدرجت في طريق الدعارة، كنت أبيع ذاتي لأوفر معيشتي إذ لا عمل لي ولا مسكن. كانت أمي امرأة كاثوليكية متدينة، وإحدى شقيقاتي كانت راهبة. كلهم كانوا يخجلون مني لأني أصبحت زانية كبيرة وخاطئة معروفة. كنت كل مساء أقصد بيوت البغاء وأحتسي البيرة، فالأول الذي يتحداني كنت أشابهه بخنجري. لم أكن أحترم شيء أو شخص، كانوا يدعوني الشقراء الشرسة. أفتخر بهذا الاسم. حملت وأجهضت، وحدثت لي مضاعفات، التهابات وورم خبيث. في سن 20 أجريت لي عملية، وقال لي الطبيب أني مصابة بسرطان الرحم. بعد سنتين أجريت لي عملية ثانية، وقيل لي أنه لم يتبقى لي من العمر إلا وقت قليل. في ذلك الوقت جاء الأب ترديف إلى رعيتنا ليقوم بالوعظ والرياضة الروحية. كانت مدمرة، ما بقى عندي أمل بالحياة، وكان بينه وبين الانتحار وقت قليل. قلت لك بجرب آخر ضربة عند يسوع، بس يسوع شو جابني لعنده؟ أعلنت لوالدتي رغبتي في حضور الرياضة، لكنها أجابتني بشراسة: المكان لا يستقبل نساء أمثالي. أوقات منكون قاسيين بحكمنا على الخطير، حتى لو بيقربونا أولادنا، بدل ما نقربوا من هالشلون. وأن من الأفضل لي بالبقاء في البيت وتنظيفه فيما هي تذهب بتأدية الصلاة. عشية الرياضة، وكان بير ترديف بس يقدس، ما تعوش تساع الكنيس، مقدس كان بساحة الكنيسة. تخطيت الحد في الشرب، شرب التنطفيت، أصبحت حنجرتي كأنها خشب. رأيتني وحيدة، أشعر بفراغ في قلبي. أمام الفرن قلت: ربي كم أنا غير جديرة بأن أكون في حضرتك، مع حقي ما بستحقك. أود على الأقل أن أقترب قليلا منك دون أن يراني الناس، أما أنت فأني واثقة أنك ستراني وتحبني. أسرعت عند عرابتي، بيت عرابطة موازي لساحة الكنيسة، بيفصل بين ساحة الكنيسة وجنينة عرابطة سياج. اجت من بيت عرابطة وراها السياج لما تفوت على الناس ويطلعوا فيها ويدلوا عليها.
هاي المجدري من مخبأ الصغير استطعت أن أرى أول مرة كيف يصلي الناس، وأنا أيضا أردت أن أصلي، لكني لم أتمكن إلا من أن أصلي هذه الصلاة: حتى أمجدك يا رب لا أملك شيء سوى خطاياي، ما عندي شيء افتخر فيه قدامك، تاريخي كله أغلاط وخطايا، لا أجرؤ على كشفها بقدر ما هي كثيرة، إن كنت حقا تحبني أظهر بذلك، أترك 99 وتعالى في طلب النعجة الضالة. أعني أنا أكبر خاطئة بين الخاطئة، لا أستطيع أن أبدل حياتي، هاي إيدي، إن أقبلت اسحبني من هون. بهاللحظة تجي كلمة المعرفة لبير ترديف، بيصرخ واقف على المسبح بيقول: إحدى النساء كانت بعيدة عن الله، لمسها الرب وشفاها من سرطان في الرحم. شعرت في هذه اللحظة بحرارة قوية وبرغبة شديدة في البكاء، تشبثت بالسياج كي لا أقع، أحسستني على وشك أن يغمى علي، كأن شعاع شمس دخل إلى قلبي، وكأن دفء حدا غمرة وحست بدفء مش حسته بحياتها. ما عرفت شو صار، رجعت إلى البيت لأعد الطعام، ولما عادت أمي وجدتني أسبع عمرتك، افتكرتها شرباني وخشتها، قلت لها: شو صار لك؟ قلت لها: لا أعلم، كنت ورا السياج لما سمعت هالكلمات أعتقد أنها موجهة إلي. نظرت أمي نظرة حذر إلي، لكنها لم تفه بكلمة، لا ولا أنا. ما الذي حصل لا أعرف، شعرت بليلتها بفرح داخلي دون أن أعرف مصدره، أول مرة بتحس حالة مبسوطة. لم أخرج تلك الليلة كالعادة لأمارس الزنا، لقد تهلل قلبي فرح وذهبت لأول مرة لأنام باكرة. في اليوم التالي فكرت: ربي لا أود الذهاب عند والدتي لأنها ستمنعني من الذهاب لعندك. ارتديت أجمل ثيابي وقصدت الكنيسة، ولدى دخولي قال الواقف على المسبح بير ترديف كلمة معرفة تاني اجته لحظة الفاتت على باب الكنيسة: في هذا الوقت يجذب الرب الأشخاص الذين يحبهم حقا. تطلع مين فات، ما فيش غيره، تقول: معقول الله بيحبني؟ عشو بده يحبني؟ ولا بده يحبني؟ ولا بده يجذبني لعنده؟ لشو عملت له منيح انا؟ مش تارك شيء بشهينته فيه؟ شكت انه يكون الكلام لها، ما صدقت انه ممكن الله بعد يحبها. تجي كلمة معرفة بتك زيتها بيرتريف ويرجع بكفي، بيقول أحد الأشخاص تيثبت للرب أنه أنت المعنية: كان البارحة خلف السياج شفاه الرب، وما كانش في غيره ورا السياج، كل الناس كانوا في ساعة الكنيسة. بتقول هون لم يعد ثمة شك، كل شيء أصبح ثابت، نهضته وذهبت إلى المسبح لأدلي بشهادتي. مش رح كفي الخبرية لأنه طويلة، لكن رح لكم هاي المرة صارت من بعد شفيت من مرض سرطان الرحم، وصارت رسولة يسوع تروح بيوت الدعارة هي ومجموعة نساء، تسحب كل اللي كانوا بحالتها وكانوا مثل أخبارها وتجيبهم لعند يسوع وتشفيهم بقوت الرب وبقدرته. هيدا إلهنا بغير لنا كل حياتنا، اللي عمله مع الابن الشاطر مستعد يعمله معنا، ما تيأسوا منه، ما تخاف، كل رحمته لإلكم، ما بخل حتى بآخر نقطة دم منه تحت لي خلصني وردني للسماء، ولو موته من جديد بيخلصني أو مش كافي كان مستعد يرجع يعملها. خلينا نجي على كنيسته نتكل عليه، نسلمه كل ماضينا تينطفه تحت لي فعلا نكون أهل يوم من الأيام تحت لي نلاقيه بمجد ملكوته، إله المجد للأبد، آمين.